في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نواصل بعون الله تعالى أحاديث بلوغ المرام، وقد وقفنا على باب صلاة الجماعة. نعم، تفضل يا أبو بصير. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. باب صلاة المسافر. نعم، باب صلاة المسافر. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة المسافر والمريض. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. متفق عليه. وللبخاري: ثم هاجر ففرضت أربعا وأقرت صلاة السفر على الأول. وزاد أحمد: إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث في باب صلاة المسافر، الدلالة على أن الصلاة في أول الأمر كانت فرضت ركعتين ركعتين، وهذا قيل أن عائشة رضي الله عنها لم تدرك يعني زمن، كانت صغيرة يعني في وقت فرض الصلاة، لكن ابن حجر رحمه الله ذكر أنه حتى ولو كانت صغيرة فإن هذا يكون من باب مرسل الصحابي، ولذلك احتج به البخاري ومسلم. وفي الحديث على أن صلاة المغرب وتر النهار، المغرب وتر النهار، والصبح تطول فيها القراءة، وذلك وقد سميت في كتاب الله عز وجل القرآن الفجر، وذلك لأن القراءة تطول فيها. وحديث زيادة أحمد إلى المغرب فإنها وتر النهار هذه فيها انقطاع، لأن من رواية الشعبي عن عائشة، لكن وردت من طريق آخر عند ابن خزيمة، ومن طريق الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها. وهذا الحديث يستدل به القائلون بأن القصر في السفر واجب، أن القصر في السفر واجب، وهم الحنفية، لكن الجمهور على خلاف ذلك وأنها رخصة، لقوله تعالى: فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة. فقول لا جناح عليكم يدل على أنها رخصة، وهذا هو الأقرب أنها رخصة. ويدل على ذلك أيضا حديث على ابن أمية المشهور في صحيح مسلم عندما قال لعمر رضي الله عنه قول رسالة عن قول الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقال يعلى: فقد من الناس، يعني كأنه يستغرب كيف أن القصر موجود مع أن الله شرطه بالخوف والناس قد أمنوا، فلماذا يقصر الناس حتى بعد الأمن؟ فقال عمر رضي الله عنه: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته. هذا يعني ما يدل على أنها رخصة، لكن مع ذلك فالأفضل والسنة أن الإنسان
يقصر في السفر، لأنه كما قال ابن القيم رحمه الله لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم في السفر البتة مطلقا، وإنما كان يقصر في جميع أسفاره. نعم. أحسن الله إليك. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويصوم ويفطر، رواه الدارقطني ورواته ثقات إلا أنه معلول، والمحفوظ عن عائشة من فعلها وقالت إنه لا يشق علي، أخرجه البيهقي. هذا الحديث مما استدل به الجمهور على أن القصر رخصة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يكثر في السفر ويتم ويصوم ويفطر. ودارقطني رحمه الله قال إسناده صحيح، لكن الحقيقة أن هذا تساهل من الدارقطني رحمه الله، فالحديث استنكره الإمام أحمد، وأيضا ابن القيم رحمه الله ذكر أن صواب الحديث بالتاء بدل الياء، يعني كان يقصر في السفر وتتم يعني عائشة، ويصوم وتفطر يعني عائشة. لكن حتى على هذه الرواية وهي موجودة في بعض رواية الحديث، إلا أن شيخ الإسلام أيضا رد هذا الحديث كما ذكر ذلك ابن القيم وقال هذا كذب. شيخ الإسلام قال عن هذا الحديث أنه كذب، وذكر أنه قال ما كان لعائشة أن تخالف النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث معلول وكما ذكرت استنكره الإمام أحمد رحمه الله. والمؤلف هنا قال المحفوظ أنه من فعل عائشة، يعني ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا يعني كونه من فعل عائشة هذا وارد، ورد في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها كانت تتم، أتمت في مكة، وقالت إنه لا يشق عليه لما قال لها عروة بن الزبير ما لك لا تقصرين إنه أيسر لك، قالت إنه لا يشق عليه. وورد أن عروة قال إنها تأولت كما تأول عثمان رضي الله عنه، أنه أيضا ثبت عن عثمان رضي الله عنه إنه كان يتم بمكة. وهذا الحقيقة من أدلة القائلين بأنه رخصة، لأن الصحابة يعني عائشة وعثمان رضي الله عنهم كانوا يتمون، لكن عثمان كان يعني لما قيل له قال إن لي بمكة أهلا، يعني تأول أنه إذا كان له بمكة أهل فإنه لا يعتبر مسافر، لأن كان له زوجة في مكة، فرأى أنه لا يعتبر نفسه مسافر، فيعتبر نفسه مقيم فيتم. أما عائشة فقالت إنه لا يشق علي. المقصود أنه الأظهر أن القصر رخص، فلو تم الإنسان صلاته صحيحة، لكن الأفضل والأحوط والسنة أن يقصر المسافر، السنة، لأنه فعل لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم يعني أتم البتة، والأحوط خروجا من الخلاف، والأفضل لأن الله يحب أن تؤتى رخصه كما سيأتي في الحديث الذي بعد هذا. نعم. نعم، هذا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لا، هو شيخ الإسلام أنكر الحديث، يقول ما كان لعائشة أن تخالف النبي صلى الله عليه وسلم في سفره وتترك موافقته، يعني في هذا الحديث أنها كان يقصر في السفر وتتم، بناء على الرواية الثانية وتتم، لأنه ورد في حديث أيضا رواه الدارقطني أنها قالت حججت اعتمرت مع النبي صلى الله عليه وسلم مرة في رمضان فقصر وأتممت وأفطر وصام وأفطرت، فقلت بأبي أنت يا رسول الله قصرت وأتممت وصمت وأفطرت، قال وأفطرت وصمت، فقال أحسنت يا عائشة. لكن هذا الحديث أيضا ضعيف، هذا الحديث أيضا ضعفه الجمهور، وفيه انقطاع بين الأسود بن يزيد وعائشة.
بين عبد الرحمن بن الأسود وعائشة. نعم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. رواه أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وفي رواية: كما يحب أن تؤتى عزائمه. نعم، الرخصة إن الله يحب أن تؤتى رخصه، هذا الحديث صححه ابن خزيمة، والحديث إسناده قوي، صححه ابن حبان أيضا، وكان فيه اختلاف في بعض الروايات، فيها زيادة راوي في سنده، لكن مع ذلك فله شواهد تقويه. ورد عن ابن عباس عند الطبراني، وأيضا ورد عن ابن مسعود أيضا عند الطبراني، فله شواهد، فالحديث قوي وثابت، يعني حديث حسن بهذه الطرق، وهو يدل على أن الله يحب أن يأتي العبد الرخص. والرخصة ما هي؟ هي ما جاء على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح، ما جاء على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح. مثلا أن يفطر الإنسان في رمضان، يفطر في رمضان، فهذا خلاف الأمر بالصيام، لكن في معارضة وأنه مسافر، فرخص له لأنه مسافر، هذا يعني يحب الله عز وجل منه أن يأتي بهذه الرخصة. كما يكره أن تؤتى معصيته، كما يكره في الرواية كما يحب أن تؤتى عزائمه. والعزائم الأمور التي فيها عزم وتأكيد، التي فيها عزم وتأكيد من الله عز وجل أنه يحب الله عز وجل أن تأتي، الأوامر التي فيها عزم وأكدتها النصوص، هذه يحب الله عز وجل أن تؤتى. نعم. وأورد المؤلف هذا الحديث للإشارة إلى أن الأفضل أن يترخص المسلم بالرخص كالقصر في الصلاة في السفر. نعم. أحسن الله إليك. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو فراسخ صلى 2 ركعة. رواه مسلم. نعم، هذا وإن رواه مسلم، إلا أن مذكر أن فيه راوي، يعني فيه كلام، ومسلم أحيانا قد يترخى، يعني يتساهل في بعض الأحاديث. فيه راوي اسمه يحيى بن يزيد الهنائي، هذا قال عنه أبو حاتم شيخ، ولفظة شيخ عند أبي حاتم يعني أقرب إلى التضعيف. وأيضا من أهل العلم من قال أنه ليس بذاك الضابط، ليس بذاك الضابط. أيضا هذا الحديث فيه شك، هل هو 3 أميال أو فراسخ؟ طبعا فرق بين الميل والفرسخ، الفرسخ 4 أميال، الفرسخ 4 أميال. وعلى كل، فمن أهل العلم من أخذ ب3 فراسخ وجعلها مسافة للقصر، لكن سيأتينا حديث في الراجح في هذه المسألة أنه 4 برد كما سيأتي في الحديث ابن عباس سيذكره المؤلف بعد هذا، بعد حديث، لكن كان الأولى بالمؤلف أن يأتي به بعد هذا الحديث ليتناسق ترتيب الأحاديث. نعم. 4 أميال الفرسخ 4 أميال سيأتي إن شاء الله. أحسن الله إليك. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي 2 ركعة حتى رجعنا إلى المدينة. متفق عليه، واللفظ للبخاري. نعم، عفوا، الفرسخ 3 أميال. نعم، الصواب، نعم، الصحيح أنه 3 أميال. نعم، إنما سنشير إلى هذا في حديث ابن عباس رضي الله عنه. هذا حديث قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أنس رضي الله عنه، من المدينة إلى مكة، فكان يصلي 2 ركعة حتى رجعنا إلى المدينة. هذا فيه دلالة على ما أشرنا إليه سابقا، أن صلى الله عليه وسلم كان يداوم قصر الصلوات في السفر. والمعنى 2 ركعة في الصلوات الرباعية،
وإلا المغرب لا تقصر كما هو معلوم كما في الحديث السابق، وأيضا الفجر هي ركعتين. نعم، أحسن الله إليك. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما يقصر، وفي لفظ بمكة 19 يوما، رواه البخاري. وفي رواية لأبي داود 17، وفي رواية لأبي داود 17، وفي أخرى 15، وقال: وله عن عمران بن حسين 18، وله عن جابر أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، ورواته ثقات إلا أنه اختلف في وصله. أما هذه الأحاديث في يعني بعد أن ذكر المؤلف المسافة التي يكسر فيها، وسيأتي فيها حديث ابن عباس كما أشرت، هنا المدة التي يقصر فيها المسافر، يعني المدة التي يقصر فيها إذا قام. ففي هذا الحديث أنه قام 19 يقصر 19 يوما، هذا كان عام الفتح، عام الفتح. والجمهور على أن المدة التي يقصر فيها المسافر 4 أيام، فإن نوى 4 أيام فأكثر فإنه يتم، يعتبر مقيم. إذن على ماذا حملوا هذا الحديث 19؟ قالوا أنه في عام الفتح عليه الصلاة والسلام كان يعني لم يعزم إقامة معينة، لم يعزم، هذا ما وجه به جمهور أهل العلم، وكذلك سمحت الشيخ عبد العزيز بن باز. كل ما ورد في هذا الباب أنه كان لم يعزم إقامة معينة لأنه كان منشغلا باستتباب أمن مكة وضبط يعني فتحها، فلا يدري متى ينتهي هذا الأمر. فعلى هذا قالوا إذا كان الإنسان يعني مسافرا إلى منطقة ولا يعزم إقامة معينة، إنما مرتبط بأمر، إذا انتهى هذا الأمر فإنه ينهي سفره. ففي هذه الحالة أنه قالوا يقصر ما دام على لم يعزم إقامة معينة. أما هذه الرواية 17، فرواية 17 هذه التي رواها أبو داود يعني قلابة، إسنادها صحيح، لكن رواية الصحيحين رواية البخاري أصح وأرجح. ومن العلم من جمع بينهما قال أن من قال 17 لم يحتسب يوم الدخول ويوم الخروج، إيه نعم، فصارت 17. أما حديث 15 وهي رواية لأبي داود فهذه ضعيفة، هذه في إسنادها ابن إسحاق وهو لم يصرح بالسماع وهو مدلس، قد أشار البيهقي إلى شذوذها أنها رواية شاذة، رواية 15. أما حديث عمران أنه قام 18، وهذه فيها زيادة أنه قال يا أهل البلد، في رواية أهل مكة، أتموا فإن قوم سفر يعني مسافرين، لكن مع ذلك هذا الحديث حديث عمران سناده ضعيف، فيه علي راوي اسمه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، قد مر علينا أن فيما سبق أنه ضعيف. نعم، أحسن الله إليك. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب، متفق عليه. وفي رواية الحاكم في 40 بالإسناد الصحيح: صلى الظهر والعصر ثم ركب. ولأبي نعيم في مستخرج مسلم: كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. نعم، قبله حديث جابر، حديث جابر في تبوك، نعم، أنه صلى الله عليه وسلم قام في تبوك 20 يوما يكسر الصلاة. هذا الحديث يعني اختلف فيه بين الوصل والإرسال، ورجح الدارقطني والبخاري يعني أعلوه بالإرسال، لكن مع ذلك إن صح الحديث وله ما يدل عليه يعني حديث معاذ وغيره، وإن كان ليس فيها ذكر المدة
لكن له ما يدل عليه، فيحمل على أنه صلى الله عليه وسلم كان في مناوشة العدو في تبوك ولم يسمع إقامة معينة. فالجمهور على أن الإقامة التي يتم فيها المسافر هي 4 أيام، يعني 4 أيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لما جاء للحج أقام 4 أيام، ومع ذلك لم يقصر، لم يتم الصلاة. وأيضا استدل بأدلة أخرى، رخص في البخاري، رخص للمهجر يعني المهاجر 3 أيام، معنى ذلك أنه تنقطع الهجرة إذا أقام زيادة عن ذلك. المقصود أن المسألة فيها خلاف طويل، من أهل العلم يعني يرى أنه يقصر مطلقا ما دام خارج بلده، لكن هذا خلاف الأحوط. الأحوط اتباع قول الجمهور، وهو الذي يعني يفتي به الآن سماحة الشيخ بن باز رحمه الله واللجنة الدائمة، أنها 4 أيام، وهو الأحوط. الإنسان إذا أقام 4 أيام أنه يعني فأكثر أنه يتم ولا يعتبر مسافرا. أما حديث الجمع، حديث أنس رضي الله عنه كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، ثم فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. رواية الصحيحين ليس فيها أنه صلى العصر مع الظهر، ليس فيها أنه جمع تأخير، جمع تقديم، ليس فيها أنه جمع تقديم، إنما دل على جمع التقديم الروايات الأخرى التي أوردها المؤلف رحمه الله، وهي رواية الحاكم في 40 إسناد صحيح قال صلى الظهر والعصر ثم ركب، أي تدل على جمع التقديم. ورواية أبي نعيم في مستخرج مسلم كان إذا كان الإنسان فزادت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل أيضا. ورواية الحاكم هذه صححها كما ذكر ابن حجر المنذري والعلائي من هذا الوجه، ذكر هذا ابن حجر في فتح النهى، صححها المنذري والعلائي. إذن صححها 3، ابن حجر والمنذري والعلائي. كذلك ابن القيم رحمه الله يقوي هذه الروايات في جمع التقديم، وأيضا رواية أبي نعيم هذه رواية لها طريق آخر عند إسحاق بن راهوي في مسنده، يعني هذا الحديث حديث أنس له طريق آخر عند إسحاق بن راهوي، يعني صححه ابن القيم رحمه الله، صححه النووي، وهو يعني يقوي القول بجمع التقديم، ويقويها كلها حديث معاذ أن وهو في غير مسلم. حديث معاذ سيأتي لكن ليس فيه يعني الرواية المقصودة. حديث معاذ كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى أن يجمعها إلى العصر، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس عجل العصر إلى الظهر، وكذلك في المغرب والعشاء، كذلك في المغرب والعشاء كان إذا خرج قبل الغروب أخر المغرب، وبعد الغروب قدم العشاء. هذا حديث معاذ، وفيه خلاف طويل وكلام من أهل العلم يعني صححه ومنهم من ضعفه، قد أعلوه بتفرد قتيبة بن سعيد عن الليث، وابن القيم كانوا يميل لتقوية الحديث مع أن الحاكم يعني حكم عليه بأنه موضوع، لكن هو فيه كلام طويل في هذا الحديث. لكن على العموم حديث معاذ هذا ليس وحده في هذا الموضوع، بل يؤيد ذلك أيضا ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة جمع التقديم في عرفة، هذا بالاتفاق أنه صلى جمع تقديم، لكن من هذا العلم أن يقول أن هذا للنسك، لكن هل كونه للنسك أو للسفر هذا فيه خلاف، والأظهر أنه للسفر، يعني الأقوى أنه للسفر والله أعلم. لكن هذه الأحاديث بمجموعها تدل على مشروعية جمع التقديم، وخالف فيه جماعة من العلم، خالفوا فيه، قالوا لا يشرع جمع التقديم، قالوا لا يشرع، قالوا لأن أبا داود رحمه الله قال أن حديث جمع التقديم ليس فيها حديث قائم، يعني أنها كلها ضعيفة. لكن مثل ما استعرضنا الآن يعني هناك
روايات صححها ابن حجر رحمه الله والعلائي وابن القيم رحمه الله يصحح. فالأظهر والله أعلم أن يعني هو قول كثيرين القول بالجمع تقديما وتأخيرا، القول بالجمع تقديما وتأخيرا، خلاف الحنفية الذين لا يرون الجمع لا تقديما ولا تأخيرا. عندهم الجمع أنه الجمع صوري، عند الأحناف أنه صوري، يعني أن يصلي هذه في آخر وقتها ويقدم هذه في أول وقتها، لكن الأحاديث تدل على رد هذا القول. والصحيح أنه يشرع الجمع للمسافر تقديما وتأخيرا. نعم. أحسن الله إليك. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا، رواه مسلم. نعم، هذا حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، وذكرنا له روايات عند الترمذي وأبي داود، وفيها تفصيل، فيها تفصيل، وهي الرواية التي مختلف فيها كما ذكرنا أن علوها بتفرد قتيبة بن سعيد عن الليل، لكن هذه الرواية ليس فيها تفصيل، إنها مجرد أنه يجمع فقط، ما ذكر لا تقديم ولا تأخير. نعم. أحسن الله إليك. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقصر الصلاة في أقل من أربعة برد، من مكة إلى عسفان، رواه الدارقطني بإسناد ضعيف، والصحيح أنه موقوف، كذا أخرجه ابن خزيمة. نعم، هذا الحديث مرفوعا ضعيف، فيه راوي اسمه عبد الوهاب بن مجاهد، وهذا ضعفه يحيى بن معين، ضعفه أبو حاتم، بل أن سفيان كذبه. فأما قال الصحيح أنه موقوف كذا أخرجه ابن خزيمة، نعم سناده عند ابن خزيمة صحيح موقوفا، صححه الألباني رحمه الله، يعني وهو أيضا رواه الشافعي أيضا بإسناد صحيح من قول ابن عباس رضي الله عنه. وهذا الحديث دليل للجمهور مالك وأحمد والشافعي على أن مسافة القصر أربعة برد، وكأنهم يرون أن هذا القول يعني له وإن كان موقوفا إلا أنه يعني يحتمل أن يكون أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا مجال للاجتهاد فيه. نعم، فرأوا أن مسافة القصر أربعة برد، والبريد أربعة فراسخ، فيكون المجموع كم فرسخ؟ 16 فرسخا، والفرسخ كما سبق 3 أميال، فيكون المجموع كم؟ 48 ميل. نعم، إذا ضربنا 16 × 3 48 ميلا. الميل يعني 1700 متر تقريبا، 1800 متر، يعني مختلف فيه. فعلى هذا يعني تجدون اختلاف بين المشايخ في تقدير المسافة. عند سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز يقول 80، يعني في فتاواه وفي يعني في دروسه يذكر هذا، أنها 80، أن من سافر 80 كيلو أنه يعتبر مسافر، أقل من 80 لا يعتبر سفر. هذا تقدير للأربعة برد. ومن أهل العلم من جعل 86، بعضهم 85، وبعضهم 89، يعني ما بين 80 إلى 89، لأنها مبنية على تقديرات للبريد. ولأن الآن يعني التعبير ببريد غير معروف، يعني إنما المعروف الآن الكيلو والميل يعني معروف، لكن البريد، فلذلك صار التقدير يعني فيه اختلاف. واستدلوا أيضا بالجمهور بحديث: لا يحل لامرأة تسافر يوما وليلة، سماه سفرا. ترجح هذا القول البخاري رحمه الله، رجح هذا القول، وهو قول الجمهور كما أشرت. فعلى هذا
المسافر إذا كان المسافة يعني نقول احتياطا 85 فأكثر، أنها يعني كثيرين قدروه بأكثر من 85، يعني 88 89، بحدود 89 كيلو، فهذا في هذه الحالة يعني يترخص برخص السفر. أما إن كان دون ذلك فالأحوط أن لا يترخص. وتعلمون أن هناك قول أنه يرجح يعني الشيخ ابن عثيمين وغيره، أن كل ما أطلق عليه سفر حتى ولو كان قصير فإنه يترخص فيه، والله أعلم. لكن الاحتياط الإنسان يعني يذهب إلى ما ذهب إليه يعني جماهير أهل العلم لهذا الحديث. نعم. أحسن الله إليك. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي الذين إذا أساءوا استغفروا، وإذا سافروا قصروا وأفطروا. أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف، وهو في مراسيل سعيد بن المسيب عند البيهقي مختصرا. نعم، هذا أورده المؤلف للإشارة إلى فضيلة القصر والإفطار والأخذ بالرخص، وقد سبق الإشارة، لكن الحديث ضعيف فيه باللهيعة، وقد رواه عن أبي الزبير ولم يصرح بالسماع، كذلك أبو الزبير رواه عن جابر ولم يصرح بالسماع، فهو ضعيف لهذا لأنه تفرد به باللهيعة. نعم. أما يعني ما ذكره المؤلف قال هو في مرسل سعيد بن المسيب، أيضا هذا ضعيف، في راوي اسمه إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي مشهور، سبق الإشارة إليه، شيخ الشافعي، وهو متروك من أهل العلم من كذبه. نعم. أحسن الله إليك. وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما قال: كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. نعم، حديث عمران سبق، هذا مكرر الحقيقة، أورده المؤلف سابقا في صلاة المريض، وكذلك من ما بعده كلها أورده المؤلف سابقا، لكن ذكرنا مع البواسير أنها مرض معروف إلى الآن. قال: صلي قائما، وهذا من يسر الشريعة أن الإنسان إذا لم يستطع القيام يصلي قاعدا، وصلاة القاعد أنها متربع كما سيأتي في رواية النسائي: صلي متربعا إن لم تستطع فعلى جنب. وستأتي في الرواية أنه لو اضطر إلى أن يومئ إيمان فيومئ، وعلى جنب على جنبك الأيمن، ورد في رواية على جنبك الأيمن مستقبل القبلة في مسند أحمد، فعلى جنبك الأيمن مستقبل، فالمريض يصلي على جنبه الأيمن مستقبل القبلة عند الصلاة. نعم. أحسن الله إليك. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة فرما بها وقال: صلي على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئي ماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. رواه البيهقي وصحح أبو حاتم الوقفة. نعم، هذا إسناده لا بأس به، وإن كان تفرد به راوي اسمه أبو بكر الحنفي لكنه ثقة، لكن مع ذا أعله أبو حاتم بأنه الراجح أنه موقوف، وأن الذي عاد الرجل جابر وليس النبي صلى الله عليه وسلم، أن جابر عاد رجلا فرأى يصلي على وسادة فرأى بها وقال: صلي على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئ ماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. وسبق هذا الحديث وأشرنا فيه إلى مسألة صلاة المريض، وأنه يصلي على الأرض فجالسا أو يومئ ماء ويجعل الركوع أو السجود أخفض من الركوع. نعم. أحسن الله إليك. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا،
رواه النسائي وصححه الحاكم. نعم، التربع ذكرنا هذه الصفة، وهي أريح يعني جلسة مريحة، يعني يفرش ساقيه على الأرض ويمكن مقعدته، لأن هذه أريح للمريض، أريح من الجلسة التي بين السجدتين أو جلسة التشهد. لكن لو صلى قاعدا على هيئة جلسة التشهد فهذا يعني أفضل وأولى، لأن هذه الصفة أقرب لصفة الصلاة. لكن إن كان الأريح له أن يصلي متربعا فيصلي متربعا، وهذا الحديث إسناده صحيح. وإن كان ورد عن النسائي أنه قال أنه خطأ، لكن رد عليه ابن حجر رحمه الله وقوى الحديث، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين كما سبق أنه جحش شكه الأيمن فشكه وانفكت رجله فصلى قاعدا، وصلى الصحابة خلفه قعودا، فهذا ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا. لكن مسألة هل هو متربعا أو لا يثبتها التربع هذا الحديث، وهو أيسر كما أشرت للمصلي. وإن صلى على هيئة الصلاة متوركا أو مفترشا كجلسة بين السجدتين فهذا أولى، لأنه أقرب إلى صورة الصلاة، لكن الأمر على السعة وعلى اليسر، وهذا من تيسير هذا الدين، والله أعلم. لعلنا نقف على هذا. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.